ما حيكون عندي فرصة باش يكون عندي شكر خاص جدا للمجموعة نحبها اللي هي أسرة الإعلام. عندي مدة ما تكلمتش معاكم، تحية خالصة جدا جدا لكم. للأسف ما كنتش معاكم في العيد تاعكم، ولكن اليوم رغم أنها متأخرة ولكن نحب نقول لكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وانتم اللي منورين الجزائر وانتم اللي هزين البلاد إن شاء الله بالإعلام المنظيف والشفاف اللي يوصل الرسائل الإيجابية لبلادنا إن شاء الله. كذلك بالمناسبة هذه وبحكم أنه مضى 3 سنين على 12/12/2019 وأنه السيدة رئيس الجمهورية في البارح بالأمس قبل 3 سنوات انتخبوا الشعب الجزائري وحدد مصير أنه تكون الدولة الجزائرية تحت ريادة السيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نحب كذلك أن نقول بكل فخر واعتزاز إن شاء الله يا ربي كل عام والجزائر بخير، وإن شاء الله رئيس الجمهورية إن شاء الله يكمل في الأفاق تاعو وفي النظرة تاعو الشمولية لرفع البلاد إن شاء الله.